خرجت للشارع وحفزت بنات بلادي باش انهم يديروا الدرة، والبنت اللي وافقت باش انها دير الدرة غادي نعطيها واحد الهدية اللي بسيطة بزاف كتحفيز وتشجع باش انها تولي دير الدرة وتولي تتبع الاسلام ديالها على حقه وطريقه. فرجة ممتعة، وكنتمنى من الله يعجبكم هذا الفيديو، وما تنساوش كيف ديما تبارطاجيه، تقدر تكون انت هو السبب باش ان شي بنت تشوف هذا الفيديو هذا وتنوض دير الدرة. شكرا لكم. واش دابا السر؟ تبارك الله، وجاي مع النضيضرات ومع تبارك الله يا ربي. الحمد لله يا سيدي، الحمد لله يا ربي، كاع البنات يوليو يديروا الدروري يا ربي. الله يهدي الجميع. امين امين امين. السلام عليكم الخوت، كنتمنى من الله تكونوا كاملين بخير. مرحبا بكم في التجربه الاجتماعيه الجديده اللي غادي نخرج للشارع وغادي نحاول نقترح على بنات بلادي انهم يديروا الدره. اي بنت كنشوفها في الزنقه ما كديرش الدره، غادي نحاول نقترح عليها وغادي نشوف علاش ما كديرهاش، وغادي نحاول معها لعل وعسى غير دقه دقه انها دير الدره، لحاجه اللي زوينه بزاف وكتنهي على بزاف ديال الحوايج. فدونك الخوت تفرجوا الله فيديو من الاول حتى الاخر، وما تنساوش كيف ديما الا عجبتكم الفكره تابوناو، فعلوا زر الجرس، وكنتمنى من الله تاخذوا هذه الفكره هذه بشكل ايجابي ماشي بشكل سلبي. كنهضر مع الناس اللي العقول ديالهم مثقفه. تفرجوا الله بالله فيديو من الاول حتى الاخر. بيس. السلام عليكم. صافا مزيان؟ ممكن تجلس اختي. الله يحفظك، شكرا. المهم سلامه عاود السمير. الله شحال زوينه هاد البلاصه هادي، الكارم 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 اللي كاين هنا راه ما يمكنش. الله انت واخا تمشي من هنا حتى انت برانيه بحالي؟ لا من هنا. من هنا. متشرفين. شكرا. الله يحفظك. سمح لي دخلتك هاد الدخله هادي وما ديريهاش مني قلت الصواب، غير ما ديريهاش مني قلت الصواب. ما بغيت نعرف سميتك، ما بغيت نعرف شحال في عمرك، ما بغيت نعرف حتى شي حاجه، بغيت نعرف غير حاجه وحده انايا. دابا انت شوف تبارك الله زويونه، فهمتي؟ تبارك الله، الله يحجبك لوالديك والله يخلي لك والديك ويخليك ليهم ياك. غير هو ديفو واحد وهو ماشي سوقي، علاش ما تديريش الدره؟ سؤال زوين، ما عنديش مشكل صراحه. الله يكبر بك، الله يسهل عليك. منين عجبك السؤال؟ ما كنديرش الدره حيتاش اشرح لك، الا بغيت ندير الدره خاصني نتبعها. يعني خاصك تشديها؟ نشدها، دونك ما بقاش نلعب بها ونحيدها ونعاود نديرها، فهمتي؟ وما عمرك ما درتيها؟ لا كنديرها. فاش كتخرجي من الحمام صافي كتصلي؟ كتصلي بعدها؟ كنصلي. ها انت دابا دونك كتصلي وكديريها غير فاش كتصلي وعاودي كتحيدها، علاش ما تقدريش تشديها نيشان؟ حيت كنقول باقا صغيره. لا وها انت قلتي كتصلي؟ كنصلي. اييه. فين كاين المشكل الا درتيها؟ ها انت صليتي وبقيتي بالدره ديالك، بقاي بيها ما تحيديهاش. فراسك الدره راه كتنهي على بزاف ديال الحوايج. بلاتي بلاتي مازال ما سالاش هذا الفيديو هذا، الا وصلتي حتى لهاد اللقطه هذه ما عليك الا تدخل الانستغرام ديالي اللي هو هذا، صيفط لي الافكار ديالك. فدونك دابا كملوا الفيديو حتى الاخر. زعما ما كرهتكش ديريها واخا ماشي سوقي، راه حياتك هذه تتبقى حياتك. هو راه عرفتي غتجي معاك واعره. شوف فكره زوينه. انا كنفكر ندير الدره ماشي ما كنفكرش ندير. واش كتفكري ديري غير ديك الدره ديال الستيل اللي ولاو حاليا تيديروا؟ شوف شوف خاصك تفهم. انا ما بغيتهاش نديرها ديال الستيل وصافي. عرفتي الستيل اللي كنهضر عليه؟ وي فهمت. ديال شويه الشعر هنايا وكيديروه هكايا وكتخرج بسروال، المهم راه كيعارفه وكذا، وكتقول لك انا دايره الدره. ما جد الدره هذيك دابا بيني وبينك هذا هو المشكل. هي كيخربقوا وانا هذا هو المشكل. كنقول لك انا ودني غندير الدره نتبعها في خطره واحده. بغيتي تتبعها في خطره واحده؟ الا جاتك شي فرصه على غفله ديري الدره، واش ديريها ولا ما ديريهاش؟ نديرها حيت غادي يكون ربي مساف ديك الفرصه باش نديرها في ديك الوقت. دونك انت كتامني دابا بالقدر والقدر ياك؟ كتامني بهم؟ دونك فوالا. اللي غادي نقول لك هو انا معايا الدره، عندي الدره ها هي، الدره في الزرق. اها كيعجبني انا هذا اللون هذا، عندك هذا اللون والاحمر والكحل والابيض، بغيتك ديريها وعندك هديه في الاخير. شنو قلتي؟ ما عنديش مشكل نديرها بلا هديه بلا والو. لا ضروري غادي تكون هديه. بالعكس انت كتنهي البنت باش دير الدره، يعني ماشي دير شي حاجه خايبه ولا. واش كنهي؟ اي دابا شنو هي كتنهي؟ باش نتفاهموا دابا عارفه شنو هي كتنهي؟ زعما كتنهي يعني كتوجهها هكاك. شوفي دابا انا ما كرهتكش ديري هذه الدره هذه ياك،
ولكن ماشي غادي ديريها وغادي تحيديها، انا بغيتك ديريها وتبقاي بها فهمتي. واخا دابا انت راكي دايره شويه الماكياج وهذا المهم داكشي ديال البنات فهمتي عادي داكشي ياك، غديريها وغتمشي للدار قلتي كتوضاي وكتصلي وهادي غتخلي وجهك طبيعي وغادي تكملي على الدين ديالك، حيت هاد الدره هادي واش عارفه علاش كتنهي ولا ما عارفاش؟ انا صراحه ما عارفاش. كتنهي على بزاف ديال الحوايج، شوفي تبارك الله دابا هاد البنيه هادي هانت دير الدريره ديالها ولابسه داكشي طويول فهمتي زويون، عجباتك ولا ما عجباتك؟ عجباتك. دونك شوف ماشي كنقلل منك كنقولك لباسك خايب، لا فهمتك، راك شوف راه حياتك هادي تلبسي اللي بغيتي ديري اللي بغيتي فيها، غير انا كنحاول فهمتي كيفاش تيعجبوني بنات بلادي يكونوا دايرين الدره فهمتي الصراحه طلاب هما زويونات. شوف والله الا معاك بصح هما زويونات فهمتيني اختي، دابا انت بنت بلادي انا قلت لك عزاز عليا بنات بلادي نشوفهم في احسن صوره، ما بغيتش شي واحد اخر يبقى يهضر عليهم بالخايب فهمتي ياك. دونك ما كرهتكش ديريها دابا وتبيني ليا وتخليها عندك، هذا هذا كادو من عندي، بغيتك ديرها ونعطيك هديه في الاخر فهمتي، واحد واحد المبلغ الا بغيتي زعما كتحفيز كتحفيز فهمتي. هو شوف هو ما كاينش شي حاجه اللي غادي تحفز اكثر من الانسان يحفز راه فهمتي، راه شحال من وحده دابا درت عليها قلت لها هادي هادي دابا هانت هي ما كرهتكش ديريها، خذي راحتك ديري الدره. اشوف والله حتى غتجيك زوينه اقسم بالله، انا كيعجبوني بنات بلادي اللي يديروا الدرور وهادي فوالا، خذي راحتك ديريها ديريها دابا، وبغيتك تبقاي بيها يا انايا، هادي كادو من عندي انايا دابا هادي هي الدر. شوف ولكن خصك تخبي شعرك ولا ماشي هكا، خصك ديريها نيشان شعري ماشي مشكل دابا ماشي مشكل، تقدري تجمعي شعرك عادي خشي في الكبوط تمايا ولا شدي بشي ما عندكش بوندون قلبوا لك على بوندون دابا بغيتي، انا ما عنديش الجرام ديال المشكل بوندون دابا يتشرى. ها وكان عندك واحد المقبيط صغير تما في الخوص صغير تما ديري له هكا شدي داك القويط تما ها دابا جمعتي شعرك تبارك الله اللهم يسر. واش شتي دابا السر تبارك الله وجاي مع النضيضرات ومع تبارك الله يا ربي الحمد لله يا سيدي الحمد لله يا ربي هذه البنات البنات ديالنا يديروا الدرور يا ربي. واش شتي كي جاتك دابا واش شتي السر؟ شوفي راسك دابا في التليفون والسر السر عباد الله السر يا ربي كاع البنات يوليو يديروا الدرور يا ربي الله يهدي الجميع امين امين امين. دابا ها انت درتيها تبارك الله شتي دابا السر ودابا غتساليني لا لا غادي نعطيك وشوف هديه انا كنخرج شوف اللي كدير الدره كنعطيها واحد الهديه تقول لك انا درت لك خاطرك ودرت الدره وغادي نبقى نديرها ديما. واش غديري لي خاطري ولا غديريها ديما؟ غنبقى نديرها ديما يا ودي غير خليني نعطي شوف دابا اسمعني انا مرحبا مرحبا شرحي لي ربي اللي صيفطك ليا باش انا غير شوف غير في الطريق انا ما كنعرفك ما كتعرفيني فوالا هذا هو اللي كاين قلتي لي قلتي لي ديري الدره اه يعني راه ربي اللي صيفطك ليا الو علاش غادي علاش غادي تجبد وتعطيني مكافاه و هادي كيتحفيز وصافي باش تشري بزاف ديال الدرور وكذا ما إيه؟ والله ما محتاجها زعما صح اقسم بالله كندير معاك فري وبصح انا عجبك الحال دابا الحال دابا منين درت الدره منين حبستيني وشجعتيني صراحه شكرا بزاف فرحانه دابا يعني ناشطه مرتاحه باغا والو بالعكس انا فرحانه لا حتى شي حاجه فرحانه حيت وجهتيني للطريق فهمتي؟ اه حيت انا كنت باغا الفرصه فوقاش ندير الدره كنقول لا الا درتها خاصني نتبعها نيشان واش كنتي كتسني شي واحد؟ لا شي صاحب جاك ولا شنو؟ انا كنتسنى صاحبتي. هاد صاحبتك كدير الدره ولا ما كديرهاش؟ صراحه ما كديرهاش. وفاش غتجي تلقاك دايره الدره شنو؟ غادي تصدم تقدر تضحك غدير ديك يا وي صاحبتي شنو هاد الشيء؟ ماشي مشكل تاهي غنوجهها للطريق ونقول لها نقول لها اللي كاين صراحه انا مغاديرها تاهي مقبله ان شاء الله ان شاء الله. اختي مريم باش تفهمي واحد الحاجه انا عندي واحد الكونسيبت كنخرج فهمتي فيديوهات محترمين فيديوهات هذه انا كنصور فيديوهات في يوتيوب دونك دابا غير دزتي معايا في هذه التجربه الاجتماعيه شوف عادي شوف غير باش لا لا واعس هذا الفيديو هذا يكون كما تيقولوا يكون سبب لواحد البنت مثلا اللي خارج الطريق ولا كدير شي لعبه بحال هكايا يطيح لي هذا الفيديو هذا في يديها لا لا واعس يهديها الله الله يهدي الجميع فهمتي فيديوهات تعليميه فهمتي توعويه يعني فيديوهات كما تيقولوا محترمين
دونك بغيتيه تحطي تحط ما بغيتيش على خاطرك ما عنديش غرام ديال المشكل. المشكل غير هو ديال اللي غطي وجهي. نغطي لك وجهك ما بغيتيش وجهك كيبان واخا زعما الدريره وهذه صافي ماشي مشكل من حقك عادي. الله يحفظك سمحي لي بزاف والله يجازيك بخير وتهلا يفديك الدريره. الله يحفظك. هانيه هانيه الله يودي.